نعتبره عرس لهذه الساكنه ديال عماله مقاطعه الحي الحسني، لان هذا المتنفس وهذا الملعب الرياضي اللي غيفتح المجال واللي غيخلق واحد الجو ويعطي فرصه للشباب ديال الليساسفه خاصه، بحكم ان كاين الملعب الرياضي الرسمي كاين في الولفة وكان واحد الاكتضاد اللي هو كبير. الان الحمد لله من جهه المتنفس غادي يكون توزيع الفرص جزء هنا وجزء هنا، غادي تعطى فرصه فعلا لاكبر عدد ديال الشباب. فهذا المولود هذا كنشكروا عليه جهه الدار البيضاء اللي هي الرسمي ديال هذا، كذلك السيد العميل، وهذا المجهود ديال المنتخبين اللي تضربهم الغيره على الحي الحسني، اللي فعلا كنتمنوا المزيد من الملاعب اللي غيفتحوا المجال للوليدات اللي هما بحاجه ومتعطشة لهذه الملاعب هذه. اذا هنيئا لعماله مقاطعه الحي الحسني، لا فرق بين الحي الحسني لساسفه الولفه، فهو الحمد لله عمالتنا تجمعنا. تحياتي لكم، شكرا.